نظمت نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأدان الصحفيون الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تأدياتهم واجبهم في تغطية الأحداث، وأكدوا رفضهم للاعتداءات المتكررة من جانب قوات الاحتلال ضد وسائل الإعلام وأبناء الشعب الفلسطيني. وتضمنت الفعاليات معرضا للصور عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال.